عبقرية رياضية، عبقرية كروية، هي مو صلاح، محمد صلاح المبهر دائما. وحتى في بعض المشاكل والخلافات قد يكون حول صلاح هذا الإبهار وهذا الصخب، بطبيعة أنه صلاح هو أهم لاعب كرة موجود دلوقتي، أهم لاعب كرة قدم موجود. فأي حاجة متعلقة بصلاح بالتأكيد هتثير شهية النقاد الرياضيين والكتاب ووسائل الإعلام وما إلى ذلك. في خلاف حصل ما بين صلاح وما بين كلوب، إيه هو الخلاف؟ ده قد يكون سؤال. والسؤال اللي بعده يا ترى، هل هذه المشادات اللي حصلت ما بين صلاح وما بين كلوب في المباراة بتاعت وستهام، هل ده معناه أو هذه المشادات تعني أو نتيجتها انتهاء العلاقة ما بين صلاح وكلوب؟ طيب السؤال اللي بعده، هل العلاقة الممتازة اللي ما بين صلاح وكلوب إذا انتهت، هذا يعني إنه العلاقة ما بين صلاح وليفربول تنتهي أيضا؟ خلينا ناخد معانا عبر زوم المحلل الرياضي الكبير أستاذ ياسر الشنواني، أهلا بيك. احنا اسعد يا استاذ ياسر، محدثنا من المملكه المتحده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ما بين صلاح وكلوب؟ ايه هذه المشاده اللي الناس شافتها؟ يا ترى هل ترى نتائجها ممكن تكون ايه؟ طبعا المشاده اللي حصلت ما بينهم زي ما حضرتك قلت في المقدمه بتحصل في اي حد، بتحصل مع اي فريق، بتحصل مع اي لاعب ومدرب، لكن دايما بيبقى الكلام كتير لما يكون نجم بحجم محمد صلاح. صح، يعني نجم بحجم محمد صلاح، نجم بحجم يورجن كلوب، نادي بحجم ليفربول، احصائيات وارقام وبطولات، فاكيد اي حاجه بتحصل سواء حاجه صغيره او حاجه كبيره لازم كل الناس هتتكلم عنها. طبعا اللي حصل النهارده في مباراه وست هام ان كان صلاح قاعد يسخن لفتره كبيره جدا، وبعدين يورجن كلوب جه نزله في الدقيقه حوالي 76 او 77. فممكن طبعا صلاح كان اتضايق من كده، ده طبيعي لما تكون انت نجم بحجم محمد صلاح مؤثر جدا مع فريق ليفربول. يعني لو شفنا كل البطولات اللي حصل عليها ليفربول سواء الشامبيونز ليج سواء البريمير ليج سواء الاف اي كاب سواء الكاراباو كاب السنه دي، طبعا محمد صلاح كان ليه يد كبيره جدا في حصوله على كل البطولات. فكون ان انت يكون عندك نجم بحجم محمد صلاح وتقعده طول الفتره دي على دكه البدلاء ويفضل يسخن الفتره دي كلها وتيجي تنزله في الاخر، وخصوصا ان انت محتاج. يعني يورجن كلوب الفترة الأخيرة طبعا ليفربول أدى أداء سيء جدا، كان موسم كارثي الموسم الماضي، بيحاول الموسم ده إن هو يعمل حاجة أحسن، لكن في النهاية إن هو حصل إن في النهاية إن هو خسر مباراة كريستال بالاس وخسر مباراة إيفرتون، فبيحاول إن هو يعمل نتيجة كويسة، كان قصاد وست هام وكان كسبان لكن انتهت المباراة. معاك يا ياسر. نعم انا معاك، كمل انا معاك. فانتهت المباراه 2-2، فكون ان يحصل حاجه من محمد صلاح النهارده وان الراجل زعلان ان هو كان عايز يشارك، طبعا نجم محمد صلاح بيحاول ان هو يساعد فرقته، لان ليفربول كان تعتبر النهارده مباراه هي المباراه المهمه بالنسبه له جدا جدا ان يفضل يحاول ان هو يوصل على البريمير ليج، لكن التعادل النهارده طبعا اخطر كتير جدا، الموقف اللي حصل ده هيخلي كل الناس تتكلم، لكن انا شايف ان محمد صلاح من حقه ان هو يعمل كده، لان انت نجم بحجم محمد صلاح، ما ينفعش ان انا اقعد على دكه البدلاء. وانا شايف ان يورجن كلوب برضه في الفتره الاخيره بدا يغير صلاح كتير، بدا يقعد صلاح احتياطي، يعني قعد صلاح النهارده على دكه البدلاء هو ودارو نونيز، وانت في اشد الاحتياج اللي كان عندك مهاجم بتلعب الهولندي جاكبو، يعني اقل كتير جدا من محمد صلاح، اقل كتير جدا من دارو نونيز، لكن انا شايف ان طبيعي ان يحصل كده لان نجم بحجم محمد صلاح. لكن بعد كده يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لما سالوه ايه اللي حصل ما بينك وبين محمد صلاح، قال ان مشكله عاديه جدا واحنا خلصناها في غرفه الملابس والموضوع انتهى. طيب ده كلام لطيف، يعني تصريح يورجن كلوب بخصوص المشكله انتهت في غرفه الملابس، ده تصريح مسؤول زي ما بيتقال. لكن هرجع على يمكن اكتر من حاجه، انا ما افهمش في الكوره يعني على قدي، في النهايه انت المحلل، فلما بيكون في عندي اداء لنادي زي ليفربول اداء غير جيد في هذا الموسم، افهم انه في مباراه زي مباراه ويست هام هو قدامه حاجه من اتنين، يا ينزل المدفعيه الثقيله في الاول ما بين قوسين محمد صلاح، يا اما يلحق بيه في الاخر حتى ما يبقاش الماتش في الاخر خالص تعادل او لا قدر الله هزيمه.
وبالتالي غريب ان يورجن كلوب ما نزلوش. ممكن البعض يذهب في خياله لانه خايف على محمد صلاح بسبب الاصابه اللي كانت حاصله مثلا. يعني النقطه الثانيه هي انه ليه يورجن كلوب يخلق شد وجذب ما بينه وما بين صلاح وهو يعلم جيدا انه اذا كان صلاح انتفض لاجل النزول للمباراه فده بيعكس انتماء وولاء حقيقي للنادي وخوفه عليه. ومن ناحيه تانية انه صلاح كل يوم بيجي له عروض، يعني انت ليه بتشد معاه تخلي الولد يطفش وبيجي له عروض تخوف، كلنا عارفين عروض مهوله يعني ما تقدمتش لاي لاعب. ففي رايك ايه اللي حاصل؟ خلينا نتفق كلنا ان العلاقه ما بين يورجن كلوب ومحمد صلاح علاقه قويه جدا جدا، ويورجن كلوب بيحب محمد صلاح جدا. في فترات كبيره جدا اي نجم مش شرط ان هو يبقى دايما على القمه، يعني دايما اي حد بيبقى المنحنى بتاعه ممكن يكون صعود وفوز، يعني ممكن نجم النهارده هداف على طول بيهدف على طول، ممكن يغيب مباراتين ثلاثه. كان في فتره كبيره جدا كان متالق محمد صلاح، كان متالق معاه ساديو ماني، وكان متالق معاه فيرمينيو، رغم ان محمد صلاح في اوقات ما كانش موفق لدرجه كبيره، لكن كان بيغير ساديو ماني وما كانش بيغير محمد صلاح، ده دليل على ان ثقه محمد صلاح ودليل على ان العلاقه بينهم وبين بعض قويه جدا. لكن اتفق معاك يا استاذ يوسف لما قلت ان فعلا لما يكون يورجن كلوب انت محتاج جدا جدا ان خلاص دي اخر فرصه ليك انك تخليك تفضل منافس على البريمير ليج، فانت المفروض ان انت كنت يتنزل صلاح في الاول لان هو ده فعلا، يعني هستغل اللفظ اللي حضرتك قلته ان هو فعلا دي المدفعيه الثقيله اللي عندك وتستغله في بدايه المباراه، او لما لقيت ان المباراه انت كنت خسران 1-0 وبعدين اتعادلت 1-1 وبعدين كسبان 2-1 فكان لازم بدري تنزل محمد صلاح وتنزل داروين نونيز. لكن انا شايف ان يورجن كلوب اتاخر جدا في نزول محمد صلاح وده اللي خلى محمد صلاح يتضايق، وانا شايف ان رد فعل محمد صلاح طبيعي جدا لان ده فعلا بيدل على انتمائه للفريق، راجل عايز يحقق نتيجه مع الفريق، شايف ان هو ممكن يعمل حاجه تساهم ان ممكن ليفربول يحصل ويفضل منافس على البريمير ليج. ما ننساش كتير جدا ان محمد صلاح طبعا بينافس على هداف الدوري، فنفسه ان هو يحقق حاجه ويحقق هداف الدوري لان احتمال كبير يحقق هداف الدوري، لان الفرق ما بينه وبين المتربع هالاند مش كبير جدا. فانا شايف ان محمد صلاح ده كل اللي حصل ده دليل على ان هو خايف على الفرقه، دليل على انتمائه للفرقه. لكن العلاقه ما بين يورجن كلوب ومحمد صلاح تكاد تكون في الفتره الاخيره مش كويسه، خصوصا بعد اصابه محمد صلاح في فتره مع منتخب مصر في كاس افريقيا، لان في ناس كتير اتكلمت ان كل المباريات اللي لعبها ليفربول بدون محمد صلاح كسبها الا مباراه واحده بس اللي خسرها هي مباراه ارسنال، لكن ده ما يقللش من محمد صلاح، وخصوصا كمان زي ما حضرتك قلت يا استاذ يوسف ان العروض اللي بتيجي لمحمد صلاح عروض خرافيه ما بتحصلش لاي لاعب، يعني العرض اللي جه من السعوديه الموسم الماضي محمد صلاح صعب ان هو يتكرر لاي لاعب. لكن في نقطه مهمه جدا للناس ما تغفلهاش، ان دلوقتي احنا عارفين ان عقد محمد صلاح هينتهي في 2025، فالناس اللي ماسكين الفرق الكبيره، يعني اصحاب الفرق الكبيره سواء ليفربول سواء ارسنال سواء تشيلسي سواء توتنهام سبيرز، كل الناس دي ناس بتاعه بزنس، ناس مش بتاعه كوره، شغلها كله بزنس، فالناس دي بتحاول كمان ان محمد صلاح بدل ما يمشي في 2025 فري وما يستفادوش منه اي حاجه، فممكن ان هو يتباع في الموسم الاخير ده ويقدروا يستفادوا منه. لكن انا شايف ان دي نقطه بعيده جدا، لان العلاقه اللي ما بين سواء محمد صلاح والمسؤولين عن النادي، محمد صلاح ويورجن كلوب، محمد صلاح والجمهور، علاقه قويه جدا، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره المقبله. طب ايه اصداء ده على الصحافه ووسائل الاعلام في بريطانيا؟ اكيد نزلت اصداء كبيره جدا، يعني حضرتك قلت في المقدمه ان لما بتحصل حاجه دي لازم كل الناس بتتكلم عنها. احنا بنتكلم دلوقتي عن نجم بحجم محمد صلاح، يعني واحد حقق ارقام واحصائيات وبطولات كبيره جدا. محمد صلاح ليفربول قبل محمد صلاح غير ليفربول بعد محمد صلاح، يعني ليفربول كان ليه تاريخ كبير جدا وبطولات كبيره جدا في فتره من زمان، لكن محمد صلاح ان هو من ساعه ما التحق في ليفربول في 2017 يعني حقق طفره كبيره جدا جدا، سواء على المستوى الشخصي على المستوى الجماعي بالنسبه لليفربول. فما يحصل اي موقف احنا عارفين طبعا ان الصحف الانجليزيه هنا والاعلام الانجليزي كل صغيره وكبيره بيرصدها، كل صغيره وكبيره بيتكلم عنها، فكل الاعلام طبعا بيتكلم عن الموضوع ده. لكن انا شايف ان اللي هدى الموضوع ان يورجن كلوب طلع في المؤتمر الصحفي وقال ان دي حاجه عاديه انها تحصل واحنا خلصناها في غرفه الملابس، لكن هنشوف الفتره الجايه دي ايه اللي هيحصل ورد فعل الموقف ده ايه، وخصوصا ان الى حد ما بنسبه 99.9% ليفربول بعد كتير جدا جدا جدا
عن المنافسة على البريمير ليج بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ ياسر، نتمنى إن احنا نلتقيك لما تنزل القاهرة أو احنا أو نلتقي لما احنا جينا لك لندن إن شاء الله. شرفتني ونورتني، كل الشكر للمحلل الرياضي الأستاذ ياسر الشنواني محدثنا من المملكة المتحدة. ولا داعي بالمناسبة للصيد في ماء عاكر. محاولات الصيد في الماء العاكر والاغتيال المعنوي والأدبي لمحمد صلاح وما إلى ذلك محاولات عبيطة ولن تكلل بنجاح. فعلى كل هؤلاء العبطاء البلهاء اللي بيحاولوا يصطادوا في الماء العكرة، واللي بيحاولوا يشوهوا صورة محمد صلاح، واللي بيحاولوا يغتالوا محمد صلاح أدبيا، اقعد على جنب اركب.